ليه كل البيوت اللي حوالينا معلقين لبس ابيض في الشبابيك؟ البيت اللي فيه حد يا ابني متصاب بمرض الكوليرا لازم يرفع العلم الابيض عشان تقف عنده عربيه العزل وتاخد المريض. يعني كل الناس اللي بيركبوا العربيه الكبيره دي مش بيشوفوا اهاليهم تاني؟ لا يا ابني، ربنا كبير وقادر يشفيهم كلهم، بس انت واخواتك اوعوا تخرجوا من البيت يا ابني عشان ما تمرضوش وتركبوا العربيه الكبيره دي. ابويا، واحنا كمان عندنا حد مريض في البيت؟ لا يا ابني، كفرنا الشر. امال ليه امي حاطه ملايه بيضه في شباكنا؟ بتقول ايه؟ ناديه امي، ناديه امي، 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 انت فين؟ مش هنقدمه للحالات المتقدمة، ويقتصر تقديمه للحالات اللي في بدايتها أو اللي فيه أمل منها. اخلوا الأسرة اللي فيها مرضى بنزعوا الحالات اللي ممكن علاجها هاولة. مش عاوز ممرضة من غير قناع واقي. تعال حقنا يا دكتور إبراهيم. خير خير. عزيزة، حسني بطلع في الروح. تقوليش كده يا جميل، تفي من بقك يا شيخ. ان شاء الله تقومي بالسلامه وترجعي لابنك. عايزه امنك على السر اللي كلكم كنتوا عايزين تعرفوه. كنت كاتمه في قلبي طول الفتره دي، ما عنديش حد غيرك اشيله الامانه دي. يا عزيزه قولي يا اختي، قولي، ما تشيليش حاجه في قلبك. قولي حسن ابني، يبقى ابن الخديوي اسماعيل. ايه اللي انتي بتقوليه ده يا جميل؟ مش عايزاكي تقولي لحد يا عزيزه. السر ده ما خرجش من بوقي غير لك انتي دلوقتي. عايزاكي تحطي جواكي وتشيلي في قلبك لحد ما يقوم الاوان. لو اي واحده من حريم الخديوي خدت خبر، ابني ساعتها هيدفع الدم. انتي شفتي فؤاد واللي عمل فيه؟ بعد الشر على حسن، بعد الشر. سرك في بير، ما تقلقيش. لو ربنا كتب لك عمر وخرجتي من هنا، عايزاكي تروحي لحرابلك، ولما توصلي هناك تسألي على جارية اسمها ريانة، هي عارفة كل الحكاية، عندها الدليل، عندها الدليل اللي خلى الخديوي يصدق. حسن، حسن ابني اللي كل السرايا فاكره لقيت، يبقى ابنه، ابنه من دمه ولحمه. حركي يا اختي منك ليها. ايه، ما انتوش حاسين بقيمه النعمه اللي انتوا فيها؟ وانت يا اختي ايه؟ على رجليك نقش الحنة؟ ما تمشي، جاتكوا البلاوي.